طبعا الكلينيكال فارماسي سيرفيسز بشكل عام هي بتكون تابعه للان بيشنت فارماسي، تابعه للصيدليه الرئيسيه الداخليه كديبارتمنت. بشكل عام الكلينيكال فارماسي الديلي ورك اوت له، بس للتوضيح بيجي الصبح بيجتمع مع الطاقم الطبي في المورنينج ريبورت، بعدين بلف الادوكيشنال راوند. طبعا في المورنينج ريبورت بتتم مناقشه يعني الكيسات، الطبيب المقيم بيعرض الكيسات اللي دخلت، بعدين بلف الطاقم الطبي على المرضى بالادوكيشنال راوند، وبتم برضو يعني في المورنينج ريبورت في الادوكيشنال راوند يعني بيسال الصيدلاني عن اي شيء له علاقه في الادويه. تمام، بعد ما يخلص الادوكيشنال راوند بلف على المرضى بشوف الملفات، بحاول يعمل انترفنشن هو ككلينيكال فارماسيست، بس يخلص بينزل بيعمل دوكيومنتيشن للسيرفيسز اللي عملها بالصيدليه، وكمان ممكن يعملوا له كول انه يعمل ايدوكيشن للمرضى اللي بدهم يخرجوا دايركت من الان بيشنت. تمام، هذا بس تلخيص بسيط انه هم ايش ككلينيكال فارماسيست ايش بيعمل. الكلينيكال فارماسيست ما لهم علاقه في الدياجنوسيس، they are not diagnose maker، لا هم ولا الفارم دي نفس الشيء يعني. تمام، ما لهم علاقه في الدياجنوسيس، لهم علاقه في الميديكيشن. الكلينيكال فارماسيست اذا بيت سايد فارماسيست، هو فارماسيست بيكون قريب على المريض. تمام، طبعا احنا بنعرف انه الهيلث كير سيستم بيتكون من الفيزيشن فارماسيست النيرس. يوم في عمليه الكلينيكال فارماسي سيرفيسز بتكون العلاقه يعني خلينا نحكي اكثر شيء بتحتاج انتر اكشن مع هذول الهيلث كير، لانه انت اصلا بارت اوف ذا هيلث كير تيم في هاي الحاله، فلازم يكون التعامل ايكوال في عمليه الكوميونيكيشن مع الهيلث كير تيم. تمام، طبعا على شيء في الهيراركي الطبيب، بيجي الصيدلاني بعدين الممرض، وهو على شيء في الهيرارك لانه على شيء في البريسكريبشن اوثوريتي هو الطبيب. تمام، طيب الان بس بدنا نتذكر بعض الاشياء قبل ما نحكي عن الكلينيكال فارماسي، لانه هي تعتبر كسيرفيسز هي تطور يعني تطور او ثوره في علم الصيدلة، اللي هي طبعا هي قديمه مش يعني حديثه الكلينيكال فارماسي سيرفيسز، بس هي يعني غيرت الرول اوف فارماسي بشكل عام. الناس بشكل عام كيف بينظروا لنا كفارماسيست؟ بينظروا لنا جماعه بنحضر زي ما هو موجود بهذه الصوره، بنعمل بريبريشن لها الأدوية فقط، صح؟ they just count few tablets، هذول هم الفارماسيست، وهذا عدد كبير يعني من 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 الرول اللي احنا بنعمله للأمانة، في خاصة في المستشفيات. بينظروا لنا ايش كمان؟ ناس بنعمل ميجرمنت، نعمل تحضيرات وخلطات سحرية. تمام؟ they just weigh and measure things، حتى انتم في القسم بتقولوا وايش المحافظة على سر المهنة، صح؟ مش هيك في جزء من القسم؟ فمظبوط ولا لا؟ مظبوط، والمحافظة على سر المهنة، فهنا في سر في المهنة، في خلطة سحرية، كأنه الأطباء ما عندهم السر في المهنة بس الصيادلة. They just weigh and measure things. تمام، فبنظروا انه اما we count few tablets، we pharmacists just weigh and measure things، a bunch of shopkeepers، صح؟ مجموعة من البياعين، وهي اكثر يعني اكثر انطباع عن الفارماسي بشكل عام، انه احنا بياعين. وهذه للامانة يعني ما اجت من فراغ حتى يعني في العالم، لانه كان الفارماسيست ما له دور، هو عبارة عن شخص بسلم الأدوية، صح ولا لا؟ طبعا احنا ضد هاي الأشياء، يعني انا بحكيها مش انه انا مع هاي الأشياء، انا ضد هاي الأشياء. تمام، بس للتأكيد، بس هذا الواقع في معظم دول العالم، هيك بينظروا لنا، هاي النظرة اللي العالم بينظر لنا فيها. Tell me how and when to use medicine، بس قبل الأكل بعد الأكل، صح؟
حتى لحد الآن يعني في ناس بيطلعوا نكت على الصيادلة بهاي القضية. طب شو أخذها، قبل ولا بعد الأكل؟ tell me how and when to use medicine، بس ما إلك غير هيك. ماشي، لسه هاي النظرة أحسن من اللي قبل. counter prescribing، شو يعني counter prescribing؟ يعني بيعطي الـ OTC medication، يعني بيوصف لهم للناس ممكن، يعني يعني ايش كمان صح اللي بتحكي هنا، يعني over the counter prescribing، يعني ممكن يجي يساعدك في أدوية الـ over the counter، بس غير هيك بيعرف شو يعني الأدوية اللي المريض بيأخذها، مش ذات أهمية. تمام، not really a healthcare professional they are businessmen، اللي هم البنش اوف شوب كيبرز، هم هذول جماعة بزنس، حتى اي واحد ممكن انا اخليه يجي يشتغل بالصيدلية وبيع، ما في داعي لشهادة الصيدلة صح؟ do you need a degree to be a pharmacist؟ هل فعليا نحتاج احنا نكون لنا degree عشان نكون نشتغل في الصيدلية؟ للأمانة حتى في الدول الأوروبية في الصيدليات الكبيرة في كاشير موجود في الصيدلية، يعني هو أصلا الصيدلاني، وفي تو سيكشنز بيكون سيكشن للبريسكرايبنج للوصفات وسيكشن للاوفر ذا كاونتر والكوزمتكس والاشياء الثانيه. فهل فعلا احنا بنحتاج يكون في فارماسيست عندنا؟ هل في الصيدليه يبيع؟ هل بيحتاج احنا فعلا يكون عندنا ديجري تو بي ا فارماسيست؟ تمام، الان انا حطيت هاي الاشياء بشكل عام لان قبل محاضره الكلينيكال فارماسي، لانه هي المفروض هاي هذا السكشن هو اللي يعني بيغير. طبعا الكلينيكال فارماسي بس للتوضيح، مش الناس اللي بيشتغلوا في المستشفيات فقط، هذا الاشي اللي احنا وصلنا. احنا في الكوميونيتي فارماسي في كلينيكال فارماسيست، تمام، يعني باي سيتنج ممكن يتواجد عندك كلينيكال فارماسي او فارماسيست. تمام، الكلينيكال فارماسي كلينيكال يعني سريري، يعني انت بتقدم خدمة سريرية للمريض. كلينيكال فارماسيست ممكن يكون موجود في الجي بي، في الجي بي كلينيك، تمام، وهكذا. يعني الان في عندنا كلينيكال فارماسيست بالامبيولاتوري كير، شو هم الامبيولاتوري كير؟ اللي هم الجي بي، مش بالهوسبيتال. طب شو يعني كلينيكال فارماسيست؟ ذا ساينس اند براكتس اوف ذا راشونال يوز اوف ميديكيشن، تمام. طب شو هذا؟ كل الفارماسيست المفروض زيك صح؟ مش احنا كنا من اول بدايه هاي الماده احنا نحكي قاعدين عن الايفيدنس بيس براكتس او راشنال يوز اوف ميديسن صح؟ مظبوط ولا لا؟ مظبوط، مش كنا نحكي زي هيك؟ اذا the science and practice of rational use of medication where pharmacists are more oriented toward patient care rationalizing medication therapy promoting health and wellness of people. الفرق الوحيد انه هنا انت more patient oriented، يعني بمعنى اخر كل مهامك اللي بتقومها is patient directed. طبعا it is a modern and extended field of pharmacy، يعني هي اللي عملت extension لrole of pharmacist بشكل عام. The discipline that embodies the application and development of scientific principles of pharmacology, toxicology, therapeutics, clinical pharmacokinetics, pharmacoeconomy, pharmacogenomics، كل الـ الاشياء اللي لها علاقه في الميديسن تقدر تحطها هون. تمام، كلينيكال ابلكيشن اوف ميديسينال كيمستري، تحتاج هاي الاشياء كلها علشان احنا فعلا يعني نطبق الرول اوف كلينيكال فارماسي. تمام، طبعا كهيستوري هي مش شغله جديده، يعني في نهايه في وسط الستينيات كان في عنا التراديشنال رول اوف فارماسيست، هم بيحضروا بيعملوا الخلطات السحريه وعندهم اسرار، يعني في سر للمهنه في هاي الخلطه، والله زي بتروح على الكوميونتي فارماسي، اما شو عملت خلطه يعني وكانها سحر، ما هي موجوده من دستور الادويه، يعني ما فيهاش فن، وانتم بتاخذوها كطلاب في مواد كثيره في الفارماسيتكس او اكثر يعني. تمام، فهو اللي بيعمل خلطه في الصيدليه مش من دستور الادويه، مش سر عظيم يعني، مظبوط ولا لا؟ فهاي الخلطات هي يعني
كانت خلينا نحكي نوع من التراديشنال رول للفارماسيست. الان في امريكا بشكل عام في بدايه السبعينيات بلش مفهوم الكلينيكال فارماسي، حتى في بريطانيا في 76 بلش ماستر ديجري ان كلينيكال فارماسي. ولكن الفرق في السيستم انه في امريكا كان مسمى الكلينيكال فارماسي من البدايه اسمه كلينيكال فارماسيست، في هوسبيتال فارماسيست، في كلينيكال فارماسيست، تمام. الان في بريطانيا اللي يمكن 20 سنه بس تغير المسمى، يعني كان الهوسبيتال فارماسيست هو نفسه يقوم بمهام الكلينيكال فارماسي سيرفيس، تمام. وللامانه they were competent، يعني يوم تدربت في بريطانيا استغربت، كنت افكر اقول شو هذا الهوسبيتال فارماسيست ليش مش كلينيكال، بس يوم لفيت معهم في الراوند هم فعلا كلينيكال، يعني هم ذي ترين فيري ويل، مش اي واحد من هوسبيتال فارماسي بيطلع بيقوم بالسيرفيسز اوف فارماسي اوف كلينيكال فارماسي، تمام. الان اتوقع انه في اكثر من جامعه كمان تعطي برنامج الفارم دي في بريطانيا، فحتى مفهوم الفارم دي اللي هو المفهوم الامريكي انتشر للعالم. شو الفرق بين الفارم دي والكلينيكال فارماسي؟ في حدا بيعرف كديجري؟ يعني اثنين بيشنت اورينتد، اثنين بيشتغلوا نفس الوظائف، لكن الفارم دي ديجري از ان اونوراري ديجري، يعني درجه شرفيه، تمام. يعني ممكن واحد يكون مع كلينيكال فارماسي يروح يكمل فارم دي ديجري، مش زي ما احنا فاهمين عنها في الدول العربيه. فاللي معاه فارم دي ديجري المفروض يكون اكسبرت في الكلينيكال فارماسي سيرفيس، يعني اصلا هو ماخذ كلينيكال فارماسي وماخذ درجه شرفيه في الـ في الـ في الكلينيكال فارماسي، احنا بنعطيها كدرجه بكالوريوس للاسف، تمام. يعني يوم بتحكي لواحد والله بامريكا انا معي فارم دي ديجري بقول لك اه اوكي، يعني انت حتى ما معكيش كلينيكال فارماسي لسه، احسن وعلى هيك هيك، يعني المفهوم الفرق البسيط بينهم، بس اثنين هم دي ار يعني doing the same، they have the same role من حيث الوظيفة، تمام. طيب بشكل عام الكلينيكال فارماسي كيف تختلف عن الفارماسي بشكل عام؟ الفارماسي لها many discipline، يعني knowledge synthesis الكيمستري preparation of a drug dispensing. الكلينيكال فارماسي is more patient directed bedside فارماسي. ايش الابلكيشن اوف نوليدج اللي بنوصلها للمريض دايركت، تمام. فايز مور اورينتد تو ذا اناليسيس اوف ذا بوبوليشن نيد وذ ريجارد تو ميديسن ويز اوف ادمنستريشن باترن اوف يوز دراج افكت اون ذا بيشنت، تمام. فهي بتحكي اكثر شيء عن الاوفر اول دراج ثيرابي مانجمنت، هاي هي خلينا نحكي الكلينيكال فارماسي. الكلينيكال فارماسي زي ما بنحكي دائما اذا بيت سايد بيشنت فارماسيست، بيت سايد يعني نقصد فيها بيشنت سايد، ماشي. والفوكس اوف انتيشن كلها ان كلينيكال، يعني سريري، يعني اي شيء له علاقه بالتاثير المباشر على المريض، تمام. طب شو يعني هذا الكلام كله اللي حكيناه؟ الان احنا كل الاشياء اللي تعلمناها قبل في هاي الماده اكثر شيء بنحتاجه في الكلينيكال فارماسي سيرفيس، مزبوط ولا لا؟ لانه الخطا ممنوع، الحياه مش ابيض واسود، ابيض كثير او اسود كثير، ما فيش مجال للخطا، تمام. في تقديم الكلينيكال فارماسي ما في مجال للخطا نهائيا. فالنوليدج اوف دراج ثيرابي، النوليدج اوف ذا ديزيز، النوليدج اوف ذا لابوراتوري اند دياجنوستيك سكيلز، ما بدك تكون دياجنوز ميكر، لكن يوم واحد بيحكي عن الامراض عن الدياجنوستيك تكنيك بدك تكون عارف الكلام اللي بينحكي قدامك عشان تقدر تفهم في الراوند. كوميونيكيشن سكيلز، بيشنت مونيتورنج سكيلز، فيزيكال اسسمنت سكيلز. ايش يعني؟ يعني الطبيب يوم يعمل فيزيكال اسسمنت بدك تعرف انه هذا عمل فيزيكال اسسمنت لانه مفكر بشيء معين، لانه يوم تلف مع الراوند في ما يعني يوم تلف الراوند مع الاطباء بشكل عام هم بيعمل فيزيكال اسسمنت والممرض عارف ليش هو بيعمل هيك، مش بالضروره اقول والله انا شاك انه في مشكله في الليفر هون، تمام. فلازم تكون عارف شو الفيزيكال اسسمنت سكيلز، تمام. عشان هيك احنا في عندنا ماده اسمها ادفانس فارماسي براكتس اللكتف خطه 9 اتوقع مش خطه 8،
عرفت ده بخطة ثمانية موجودة. هاي اسمها Advanced Pharmacy Practice، نحكي فيها عن Physical Assessment Skills. في أنا Drug Information Skills، وإحنا من بداية المحاضرات اللي كنا نحكي فيها عن الهوسبيتال كنا نقول إنه الهيد اوف كلينيك اوف دراج انفورميشن سنتر بيكون هو على الأغلب الهيد اوف كلينيكال فارماسي، واللي بيعمل تريننج للفارماسيست في مركز المعلومات الدوائية هم الكلينيكال فارماسيست. تمام. ثيرابيوتيك بلاننج سكيلز، السكيلز اللي بناخذها في الثيرابي ولا بالثيرابي هاي مقدسة في الكلينيكال فارماسي، أصلا أنت ما بتستخدم غيرها، بده يكون في عندك هاو، بده يكون في عندك سيستماتيك ابروتش تو بوت ثيرابيوتيك بلان للمريض كامل، تكون كومبرهنسيف ما فيهاش اخطاء. تمام. فهي اصلا الاوتكم لكل الاشياء اللي حكيناها تو ديفلوب ثيرابيوتيك بلان للمريض. وهي الثيرابيوتيك بلان على قولة المصريين اخوانا المصريين ما بتخرج الميه، يعني ما فيهاش ولا غلط. تمام. اذا بدي انت كفارماسيست بدك تحط ثيرابيوتيك بلان فيها خطا، مين تتوقع بتحط صح؟ لأنه أنت الإكسبرت أوف ميديسن، صح ولا لا؟ فهاي الثيرابيوتيك بلان بدها تكون 100% صحيحة. شو الثيرابيوتيك بلان؟ الإنديكيشن، أدفيرس دراج رياكشن، دراج دراج إنتراكشن، دراج ريليتد توكسيسيتي، مين بقول لي كمان؟ كل شيء له علاقة في الإفكتيفنس، الكوست إفكتيفنس، السيفتي والسمبلسيتي اوف ذا ريجيمن. يعني اذا المريض ما اخذ ثلاث ادويه للضغط هو فعلا بيحتاج دوايين، فيش داعي ياخذ ثلاث. مظبوط. تمام لحد الان. الان نحكي عن الانترفنشن تاع الكلينيكال فارماسيست، بس قبل ما نحكي عنه بدنا نتأكد إنه الأمور كلها تمام، كله تمام أكيد. طب سؤال على السريع، مين حاب يكمل ماجستير كلينيكال بس بناء على الأشياء اللي حكيناها؟ ولا حدا؟ سوسن معنا يا سوسن؟ نعم دكتور معك. ايش رايك بتكملي ماجستير كلينيكال؟ بدي اكمل ماستر بس مو كلينيكال. مش كلينيكال، مش انترستد بهالاشياء. لا طيب شيء طبيعي يعني عادي، الواحد كل واحد له رغبه. طيب دانيا شو بدك تكملي؟ دكتور انا يعني جزء انه من طموحي اني كمل ماستر كلينيكال. طب ليش؟ يعني حبيت هالمواد، حسيتها انه يعني انه اكثر الى اهميه واقرب للمرضى، وانا بحب انه اشتغل بمشفيات وابدعت، يعني حسيت حالي انه كثير فهمت الثيرابي والماده الاصليه واللاب. إذا عندك كل هاي المواصفات تزبط تشتغل كلينيكال، بس في بتظل عندك شغلة مهمة إنك تقدر تتحمل الاسترس اللي بيكون موجود في شغل المستشفيات والاسترس اللي بيطلع عنه الكلينيكال، يعني كورك ديلي ستريس. أما هو عادي دكتور إنه حياتنا كلها ستريس يعني. إجمالا يعني أنا ليش سألت الطلاب؟ لأنه بشكل عام اللي بده يكمل كلينيكال بيكون عنده نفس المواصفات إجمالا اللي بتحكي عنها دانيا. بيكون يعشق الثيرابي، بقدس الثيرابي يعني كامل بشكل عام. فاللي بحبش الثيرابي ما يكمل كلينيكال نهائيا، يعني هاي نصيحة. طبعا هو حر يعني بالنهاية، هو ما في اشي تكمل ولا ما تكمل، بس بشكل عام الثيرابي ببلش البيلدينج بلوكس في الكلينيكال من مادة الثيرابي. فاذا مادة الثيرابي انت مش كثير فيها، طبعا هذا يعني هيك معلومات عامة بس اجمالا. يعني هذا الجزء الرئيسي. طبعا الشغل في المستشفيات بشكل عام والريسك والتعامل مع المرضى بحد ذاته، اذا ما في عند الصيدلاني بشكل عام شغف للقيام بهاي الاشياء فبرضه يعني ما فيش عنده انترست ما يشتغل.
وهذا شيء طبيعي يعني. احنا مش هون بنعطي يعني المحاضرة بنروج لشغل كلينيكال، بس بنحاول نوضح يعني. في كثير زملائي لأوائل دفعة رفضوا يشتغلوا كلينيكال مع انهم فارمدي، توجهوا بشكل مباشر للإيجوكيشن وبقول لك شو بدي بهالستريس هذا كله وشغل المستشفيات فيعني هذا شيء طبيعي تمام، مش انه الكل لازم يروح يكمل كلينيكال، بس لتوضيح الكلام اللي انا حكيته بس. طيب دكتور، انا كثير بحب التعليم، يعني بحب اعلم كثير، ما بحب يعني هيك، بحب يكون عندي طلاب واقعد اعلم فيهم، اعطي واجبات وامتحنهم هيك، يعني كثير بحب كويس. هيك، يعني ما يعني درست بالزمانات بمدرسه، كثير بحب هيك اتعامل مع قصص التعليم والتصليح وامتحانات، يعني بحب الادوكيشن اكثر بكثير من يعني بالمادة منيحة، أنا بالمواد كتير منيحة، بس يعني وبدرسها وهيك وبشوف فيها علامات، بس مو طموحي، يعني بحب التعليم، بحب أعلم، يكون عندي طلاب أعلم. بدك تكمل education يعني، يعني كم ما تصير دكتوراه بهذا معنى هذا الكلام إن شاء الله راب. ان شاء الله، بس بنصحك تكمليهم كامل ورا بعض، كملي ماجستير ودكتوراه ورا بعض. في بعض الدول بيعطوا بي اتش دي بروجرام كامل يعني بيختصر الماجستير، في ناس بيعطوا دبل كواليفيكيشن ماستر اند بي اتش دي مع بعض. فالمقصود ان شاء الله يعني الله ييسر امور الجميع، بس انه حاولي كملي مباشر اذا صحت الفرصه. وعملية التعليم شيء مقدس يعني رسالة. الـ level of action of clinical pharmacy، الـ clinical pharmacy activities may influence the correct use of medicine at the three level. يعني انت الرول تاعك كفارماسيست ببلش على يعني بيكون على ثلاث مراحل. ببلش اول شيء before the prescription is written، والله انا بالمورنينج ريبورت قاعدين على طاولة مع الاطباء، انا كصيدلاني بكون واحد موجود، اي شيء له علاقة في الصيدلة كلياتهم بتطلعوا عليك شو رايك. فهي هون فيها نوع من الاسترس، بدك تكون اب تو ديت في المعلومات، يعني ما في انت الاكسبرت الوحيد اوف ميديسن، شغله حلوه لكن فيها ستريس كثير. يو هاف تو ديفلوب تراست ريليشن شيب علشان يوم تحكي الناس يسمعوا لك، اذا اي واحد بيسالك سؤال على طول بتجاوب وبتفتي فيه، بصير يقول لك هذا ابو الفتاوي، يبطلوا يسالوك تمام. مش بالضروره لازم تعرف كل شيء، ولا هم متوقعين منك تعرف كل شيء، بدك تنتبه لهي الاشياء، لكن بده يكون الجواب تبعك راشونال وذ ايفيدنس. اذا كان الجواب تبعك راشونال وذ ايفيدنس بقول لك خلص من الفارماسيست عندنا موجود، بصير يجبروا المقيمين والاخصائيين يردوا على الريكومنديشن تبعتك. لكن هذا يو ديفلوب هاي الامور جراجولي. فبيفور بريسكريبشن از ريتن في المورنينج ريبورت في الراوند، والله في وصفة نزلت على الاي في بيحكي معك صيدلان الاي في بيقول لك شو هذا الدواء الجرعة فيه غلط، وين نايم انت مش شغال في الور تبعك، بمعنى اخر ما بقول لك هيك. ففعلا بتروح تشيك على المريض تقول هاي الجرعة غلط للدواء مثلا، هذا before the prescription is written، during the prescription is written يعني اثناء الراوند. مرات بيجي اورال اوردر بيحكي الاستشاري، انا بحاول اسهل طبعا راح نحكي بتفاصيل هاي الاشياء، بيجي بقول له والله اكتب اعطي المريض 1 2 3، تقول له لحظه هاي الجرعه مش مزبوطه، قديش الجرعه؟ مش بالضروره تكون حافظه، بتقول له بشيك عليه بس هاي الجرعه كثير قليله او كثير عاليه لهذا المريض. فبقول له الاستشاري شيك مع الصيدلاني على الجرعه، بس اكتب انه هذا الدواء لازم ينعطى وشيك مع الصيدلاني على الجرعه تمام. After the prescription is written، والله انت اجيت شيكت على المريض ما لفتش اليوم راوند تمام، شيكت على المريض بشكل عام فوجدت ملفه في اشياء مكتوبه خطا في الثرابيوتيك بلان، فافتر ذا بريسكريبشن از ريتن تمام. احنا بيهمنا ككلينيكال فارماسيست انه تشتغل على 3 ليفلز، بس شو خطوره الليفل الثالث؟ يعني ليش احنا بنحبش دائما الانترفنشن يكون بالليفل الثالث؟ لانه بتكون طلعت البريسكريبشن وخلصت، يعني احيانا ممكن يكون صعب تعديلها او هيك. لا هي جملتك الاولى اصح من الثانيه، هي صعب تعديلها. احنا كتبنا ريكومنديشن حكينا بشكل عام زمان كانوا الفيزيشن ريزيستنت،
بس if you develop trust relationship بردوا عليك على طول كفارماسيست. بس ليش الجملة الأولى أدق اللي حكيتيها؟ لأنه إذا انكتب البريسكريبشن معناته على الأغلب الميديسين reach the patient، يعني إذا في medication error إحنا بنعدله بيكون وصل للمريض بهاي الحالة. تمام؟ يعني after the prescription is written معناته الدواء أخذ المريض صح؟ احتمال كبير نكون ما أخذه. فلا سمح الله إذا في عنا أخطاء بيكون إحنا خايفين إنه هذا medication error reach the patient. هم كلهم medication error، حتى إذا يعني إذا قبل ما تنكتب الوصفة هي تعتبر بارت اوف ميديكيشن ايرور، رح نحكي عن التايب اوف ميديكيشن ايرور. تمام؟ لكن المقصود في هاي العمليه انه هل الميديكيشن ايرور وصل للمريض او لا؟ هل اخذ الدواء او لا؟ تمام؟ تمام. طيب الان بيفور بريسكريبشن كلينيكال ترايل فورمولاريز دراج انفورميشن دراج ريليتد بوليسي جايد لاينز بروتوكول. يعني والله يا دكتور شو خذ لك هالكلينيكال ترايل، احنا الفورمولاري في المستشفى عندنا انه هذا الدواء ما بنستخدمه او الجرعه مش هيك. طب شو رايك نحكي مع مركز المعلومات الدوائيه نساله، او هو الطبيب نفسه بيحكي او بيسال قبل ما يكتب البريسكريبشن. تمام؟ فمركز المعلومات الدوائيه كجزء من الكلينيكال فارماسي ديبارتمنت بيجاوب على المعلومات، وزي ما حكيت انه حتى لو ما عرف بيحول السؤال للكلينيكال فارماسي المختص في هذا الموضوع، لانه at the end of the day الكلينيكال فارماسي بتجاوب على المعلومه، هو المسؤول الاخير عن اعطاء المعلومات. Drug related policies guidelines and protocols في المستشفيات اللي بيعمل development للguidelines هم الكلينيكال فارماسيست. حتى اذا بدك تعمل بروتوكول للاي في فارماسي اللي بيراجع الكلينيكال فارماسيست، لانه هو بيكون عضو فعال اكثر مع مدير الصيدلي في الفارماسي ثيرابيوتيك كوميتي. بمعنى اخر الهايرارك في الفارماسي الكلينيكال فارماسيست اعلى شيء في الهايرارك، اعلى من الاوت بيشنت فارماسيست. يعني حتى في التصنيف مش كأنه فارماسيست 1 و 2 في بعض المستشفيات، الكلينيكال فارماسيست اعلى من هذول الاثنين في الهايرارك لانه هو اعلى. يعني بمعنى اخر الكلينيكال فارماسيست بوقف الاوردر تاع الصيدلاني وبيعطي اورا الاوردر للصيدلاني، اذا ما برد عليه الصيدلاني بيكتب في اوفيرنس او في ار اوكيرنس فارينس ريبورت. تمام؟ هاي كلها المميزات مش علشان يعني يستخدمها بطريقة خاطئة، لأنه هو فعلا بيشتغل at risk، يعني الريسك اللي هو بيشتغل فيه أعلى من الريسك اللي بيشتغلوا فيه الصيادلة الثانيين. فالهيرارك إجا بهاي الطريقة، زي ما يكون في أنه هيرارك للطبيب لأنه الريسك بتاع الطبيب أعلى من أي ريسك ثاني. تمام؟ بس هذه مش ميزة يعني نستخدمها بطريقة خاطئة، هي ميزة نستخدمها هو نوع من التصنيف فقط. فإذا بدكم تعملوا guidelines للميديكيشن للمثلا at the level of the IC neuromuscular blocker كيف نعطي rate of infusion، والله الفانكوميسين نقيس الترف ولا البيك وقديش الرينجز تاعت البيك concentration of vancomycin اخذتوها في الكانتك هاي الأشياء. تمام؟ فمين بيعمل guidelines لهاي الأشياء؟ الكلينيكال فارماسيست. الفانكوميسين administration في البيدياتريك بيختلف عن الأدلت، مثلا الجنتامايسين جايدلاينز، الامينوغلايكوسايد جايدلاينز. مين بيعمل البروتوكول هذا؟ الكلينيكال فارماسيست، صح بتوافق عليه الصيدلي من خلال مدير الصيدليه، بيرفع على الفارماسي يعني ثيرابيوتيك كوميتي، بعدين اذا تمت الموافقه عليه بيكون هو البوليسي اللي يتم اعتمادها في المستشفى. تمام؟ during the prescription is written في عندنا كمان counseling activity. هون الكونسلنج مش نحكي عنه كونسلنج المريض، ماشي، هي كونسلنج للاتيتيود اند بريوريتيز اوف بريسكرايبر ان ذير تشويس اوف كوريكت تريتمنت. يعني ديورينج بريسكريبشن از ريتن اثناء الراوند حكينا، يوم يجي الفارماسيست يحكي عن هذا الدواء، والله لا صح انت بتحكي عنه بس والله شوفوا للامانه، بس عشان وضح المعلومه المحاضره خلصت احنا، بس للامانه بعرف انه في عندكم ناس عندهم ثيرابي. اخر شغله بدي اقولها انه هون يوم انت تكون في الراوند لا تتوقع انه الطبيب ما بيعرف معلومات عن الادويه، اذا كان استشاري وبكون اكسبرت كثير في الادويه هاي، اكسبرت من ناحيه النولج وليس اكسبرت من ناحيه الادويه. فهون بيجي دورك انت تحكي عن معلومات اخرى اللي هي زي الكلينيكال كاينتيك عن الدواء، هون بيجي تقول له والله هذا الدواء شورت اكتنج، صح افكتيف بس شورت اكتنج، هاي التفاصيل ما بيعرفها هون. تمام؟